رسميا ان هناك اقرار بالبرنامج الفضائي الافريقي بشكل رسمي، تم اعتماده بكل اللوائح الماليه والاداريه من قبل الاتحاد في جلسه العامه في يناير 2018. ومن هذا التاريخ كنا لازم مصر تكون هي دوله المقر، ونعمل بشكل مؤسسي نبني على من سبقنا من الوزراء المعنيين في هذا القطاع، نبني على كل المجهودات من كل قطاعات الدولة المتميزة في هذا المجال. نتكلم على هيئة الشعار عن بعد، معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، نتكلم على كليات الهندسة وكليات العلوم في الجامعات المصرية اللي فيها أقسام للفضاء والطيران، أيضا بعض قطاعات كثيرة من الدولة متميزة جدا. يعني على سبيل المثال المركز تجميع أو مركز إدارة الأقمار الصناعية الخاص بوزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، مصانع الإلكترونيات، كل دي إمكانيات دولة. إذا إحنا بنعمل عمل مؤسسي وليس عمل فردي.